أخذ. تمكن أفرادنا بالفرقة المتنقلة للشرطة القضائية سطيف من وضع حد لنشاط شبكتين إجراميتين، إحداهما تتشكل من 4 أفراد يحترفون ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية وحتى السرقات تحت طائلة التهديد بواسطة الأسلحة البيضاء، حيث تم توقيف أفرادها متلبسين بحيازة كمية من الأدوية ذات خصائص مؤثرة عقليا، إلى جانب كمية من الكيف المعالج وعدد من الأسلحة البيضاء المحظورة ومبلغ مالي هام هو من العائدات الإجرامية، فيما تورط أفراد شبكة ثانية التي تتشكل من شخصين في قضية عرلي البيع لي 575 قطعة نقدية أثرية تعود للحقبة الرومانية، ملفين جزائيين أعدا ضد أفراد شبكتين.